انتم. وهذه على فكره 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 كاني قاريها زمان، فكره قسيس اسلم. قسيس اسلم باسلم بدايه القرن العشرين، قسيس اسلم في بدايه القرن العشرين. ولاحظ ما يلي، لاحظ انه قولهم بانه كان بده يذبح ابراهيم عليه السلام ابن اسحاق، طبعا هم بحرفه ابن اسحاق عند جبل المريا، صخرة المريا، قال يبدو انه هاي تحريف. هذه دير بالكم فكرة قسيس اسلم من بداية القرن العشرين، قال يبدو انه تحريف للمروة، صخرة المروة. ليش؟ لانه ابراهيم عليه السلام لما بلغ مع ابنه السعي، عفوا، فلما بلغ معه السعي، يعني مين اللي بلغ مع اسحاق؟ اسماعيل بلغ السعي مع مين؟ في فكيف فسروها؟ قالوا بلغ يعني كبر شوي وصار قادر يروح مع ابوه او يروح يجي مع ابوه. شو المانع؟ شو المانع انه ابراهيم عليه السلام انه طاف بين الصفا والمروه وكان يطوف مع مين؟ اسماعيل. وبنبدا بالصفا وننتهي وين؟ في المروه. فلما بلغ معه السعي، وين بنته؟ عند المروة. قال يا بني إني أرى، بعد ما قاموا بالعبادة السعي إذا كانت موجودة، وعند المروة، شوفوا شوفوا التحريف، مروة ومريا احتمالها جبل صخرة أو شي صخرة، المريا صخرة، المروة، شوف التحريف. طبعا هم كيف حرفوا الآن إسماعيل وإسحاق مش موضوعي الآن، لأن أنا بيهمني بس الإشي المتعلق بالصخرة. هم لما يقولوا جبل المريا، طيب وينه جبل المريا هذا؟ احنا ما نعرفوش انه جبل المريا. قال وبحاولوا يروجوا شيء اسمه جبل الهيكل. وانو قال ما هو دير بالكم مع الايام اذا الناس بتتعامل مع هيك تسميات شو بتصير؟ حقائق، وبصير ادله، بصير التسميه هاي دليل. جبل الهيكل، جبل الهيكل، جبل الهيكل، خلاص بصير جبل الهيكل. جبل المريا، جبل المريا، بصير جبل المريا. انو اللي قال انه هذا جبل المريا؟ وأنه قال هذه الصخرة أصلا هي ثاني بيت وضع للناس، وهذه قصة إيش التوجه إلها في إيش؟ في القبلة 17 شهر توجهوا لها المسلمين 17. ولذلك بتلاحظوا ثنتين بيشبهوا بعض، الكعبة ومن حولها المسجد الحرام بالتسع بأبعاد، والصخرة وحولها المسجد بالتسع. بس ليش الآن احنا منقول عن الأقصى الجنوبي؟ لأنه يفترض في الإمام وين يوقف؟ في الأقصى، لأنه المسجد الأقصى اليوم أنه اللي لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وضع بصمته فيه 144 دونم، 144 دونم حدد معالمها أثريا. أجوا الناس بنوا على الأساسات، الأساسات موجودة قديمة جدا قبل إبراهيم عليه السلام وغيره، وأكيد توسع عبر الأجيال، عبر الأجيال توسع. ولكن مين الأساس؟ الاساس ثاني بيت وضع للناس الصخرة. اليهود اليوم بيزعموا، بعض الناس اللي ما بيعرفوش بيزعموا انه اليهود بتآمروا على الاقصى الجنوبي، لا، عينهم على الصخرة. الصخرة اللي هي اصلا المسجد الاقصى ابتداءً